الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا وسهلا بيكم، وتغطية خاصة حول آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس، وهيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي، ولكن هيصاحبه نشاط في حركة الرياح وسقوط أمطار خفيفة. ومن يوم الجمعة القادم هنلاقي فيه عودة للشبورة المائية الكثيفة، والتفاصيل أكتر عن حالة الجو تابعونا. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الاستقرار في الطقس النهاردة الثلاثاء، وهيستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ولكن هيصاحبه نشاط ملحوظ في حركة الرياح والأتربة العالقة في الجو على بعض الطرق وعلى مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة. وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فحالة الطقس النهاردة هتكون مائلة للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون الجو دافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كمان. أما عن حالة الطقس خلال ساعات الليل، فهيكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، وهيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لسقوط الأمطار، فهيشهد طقس النهاردة فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. ومن جانبها، كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، وحذرت من التقلبات في الأحوال الجوية، وقالت إنه خلال الأسبوع الحالي هيكون في تحسن في حالة الطقس وارتفاع حقيقي في درجات الحرارة، واعتبارا من يوم الأربعاء المقبل هيكون في انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة لوجود منخفض جوي قادم من جنوب أوروبا. وقالت إنه من المتوقع كمان سقوط أمطار على القاهرة والمحافظات، وهتكون من متوسطة لخفيفة يومي الأربعاء والخميس، ومع بداية يوم الجمعة هيكون في تحسن في الأحوال الجوية. أما هيئة الأرصاد الجوية فكشفت في بيان تفصيلي حالة الطقس من يوم الأربعاء 9 فبراير وحتى يوم السبت 12 فبراير المقبل. وفي البيان ده ذكرت حالة الطقس غدا الأربعاء، واللي هيكون فيه أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة حدوث 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وهيكون كمان فيه نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. أما يوم الخميس 10 فبراير بعد غد، فهتكون في أمطار من خفيفة لمتوسطة بنسبة حدوث من 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وهيكون برضو في نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة أيضا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الشبورة المائية هتبدأ في الظهور يومي الجمعة 11 فبراير والسبت 12 فبراير، وهتظهر الشبورة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، وهتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط النهاردة، فهتكون خفيفة لمعتدلة، وارتفاع الموج فيه فهيكون من متر لمتر ونص، والرياح السطحية هتكون شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر فهتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه هيكون من متر ونص لمترين ونص، والرياح السطحية هتكون جنوبية غربية لشمالية غربية. وقبل ما ننهي تغطيتنا عن الطقس النهاردة مع حضراتكم، حابين نوضح لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض محافظات ومدن مصر، واللي هتكون في القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى، والصغرى هتكون 11. أما في السواحل الشمالية فهتكون درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11. أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فهتكون درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14. وفي شمال الصعيد هتكون درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 7 درجات. أما في جنوب الصعيد فهتكون درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 9. وبكده تكون انتهت تغطيتنا عن الأحوال الجوية والطقس. لمزيد من التفاصيل تابعونا دايما على موقع صدى البلد. شكرا لكم وإلى اللقاء.